انسان اقوى من اسلاح المحرم هالمراجل وانتهى قوه قلوب يوم تفعل فعل هيكون محسوب والعقل زينه يا العقل البوب والعقل زينه يا العقل البوب اعلن استنفار. وبالحديث عن انتهاء الانتخابات النيابية الأردنية، تداول النشطاء المحليون عددا من الفيديوهات مثل هذا الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل للتجمعات المكتظة والاحتفالات بفوز بعض المرشحين في عدد من المحافظات. الأمر طبعا أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا في ظل ارتفاع عدد إصابات بكورونا في الأردن بشكل غير مسبوق. طبعا ما يزيد استياء الشارع الأردني في هذه الاحتفالات هو أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت قرار الإغلاق التام لمدة 4 أيام بعد الانتخابات، طبعا لتفادي موجة الاحتفال بالانتهاء من الانتخابات النيابية، وفي محاولة منها أيضا للتصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد. فيديوهات التجمعات لم تكن مشاهدين وحدها التي أثارت غضب الأردنيين، بل ما زاد الطين بلة كما يقولون هو ظهور مسلح لمؤيدي أحد المرشحين الفائزين يجولون الشارع بسياراتهم حاملين أسلحة ضخمة احتفالاً بمرشحهم المنتصر. هذا المشهد وصفه البعض بالكارثي، في حين تساءل آخرون عن علاقة السلاح بالانتخابات النيابية. لا تتخيلوا مشاهدينا عدد التعليقات الغاضبة من جراء هذا وهذه الفيديوهات، لا سيما من أولئك الذين كانوا قد دعموا فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا لثقتهم حسب وصفهم بأن هذه الاحتفالات ستحدث سواء فرض الحظر أو لم يفرض، وخصوصا في المناطق النائية التي تغيب عن أبصار السلطات. دعونا نستعرض بعض التعليقات، أبدأ من العجلوني. طب أقسم بالله لو أنه ما في انتخابات لكنت فكرت أنه الدواعش احتلوا البلد. شذا بدورها علقت: في حد غيري سامع صوت سيارات الشرطة في الاحتفالات؟ يا رب يكون صوت إشي تاني غير الشرطة، يا رب يكون صوت من الأغاني. وأيضا تعليق لرشا ساخر يقول: مشاهد حضارية صراحة، أكثر شيء حضاري هن قديش مبسوطين بأفعالهم، ولا الواحد بطل يعرف شو يحكي. ومن فارس أيضا في إشارة لبعض النواب يعني في هذا التعليق قال: المصيبة أنه بعض النواب لا بيحلوا ولا بيربطوا، بكرة بنشوفهم لما نائبهم يتجاهلهم وهم نصهم عاطل عن العمل.